كيف فقد اليمنيون ثقتهم بالتحالف؟ كيف تحولت الهتافات من شكرا سلمان إلى لا تحالف بعد اليوم؟ لماذا أهدرت السعودية فرصة التصالح مع تطلعات الشعب اليمني؟ أهلا بكم. فقد التحالف آخر أوراقه مع اليمنيين وظهرت الاحتجاجات في الشوارع تحت لافتات غاضبة. بات من الواضح للجميع أن القضاء على الانقلاب أصبح خارج الحسابات الدائرة الآن، وأن الإمارات والسعودية تخوضان سباق السيطرة وترتبان مصالحهما على حساب اليمنيين وأمالهم بالتحرير. السعودية أهدرت فرصتها التاريخية للتصالح مع أمال وطموح اليمنيين. التحالف الذي مارس انتهاكاته بحق المدنيين وأضعف حضور الدولة في المناطق المحررة وكسر هيبتها عبر دعم الميليشيات الموالية له، كما ساهم في انهيار البلد اقتصاديا عبر تعطيل أدوات الإنتاج الاقتصادي كالغاز والنفط والمنافذ البحرية والجوية. ناهيكم عن الجحود الذي طال المغتربين اليمنيين، جملة من الأخطاء إذن تسقط ورقة التوت وتترك التحالف أمام تراكم شعبي ساخط إزاء سياساته تجاه البلد والشعب. ما مصلحة السعودية في استعداء اليمنيين وإخراجهم من دائرة الحليف وإبقاء اليمن بدائرة الفوضى، خصوصا أن المنطقة برمتها تغلي على مرجل الصراعات الكبيرة؟ عندما سمع دوي الانفجارات ليلة 26 من مارس 2015، تصدرت شاشات التلفزة العربية والعالمية ما عرف بعاصفة الحزم بقيادة السعودية، والتي حملت عنوان إنقاذ اليمن واستعادة الشرعية، وهي اللحظة ذاتها التي تصالح فيها اليمنيون الجمهوريون نخبا وشعبا مع الأهداف المعلنة للتحالف. طال أمد عاصفة الحزم التي اتخذت اسما جديدا بعد انطلاقها عرف بإعادة الأمل، وخلال السنوات الأخيرة توسعت الفجوة بين التحالف والأهداف المعلنة، وحضرت أطماع الرياض في بحر العرب والمحافظات الشرقية، وحضرت أطماع أبوظبي أيضا في البحر الأحمر والمحافظات الساحلية. في الأشهر الأخيرة تشهد اللحظة اليمنية فقدان ثقة شعبية بالتحالف، وخرجت التظاهرات في تعز تندد بسياسة التحالف، وتحولت الشعارات من شكرا سلمان إلى شعار يا شرعية صح النوم لا تحالف بعد اليوم. يرى متابعون أن الرياضة خيبت آمال الجماهير اليمنية وأهدرت الفرصة التاريخية للتصالح مع الشعب اليمني، ولم تلتقط اللحظة التي سنحت لبناء أواصر متينة مع اليمنيين دولة وشعبا في سبيل الأمن القومي للجزيرة العربية. لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة للمراقبين في ظل الإضعاف الممنهج للشرعية الذي مارسه تحالف الرياض وأبوظبي، خصوصا التشكيلات المسلحة ككيانات موازية لحضور الدولة في العاصمة المؤقتة عدن. هي عوامل عديدة إذن وراء فقدان ثقة الجماهير اليمنية بالتحالف، منها العوامل السياسية حين بدأ التحالف ينحرف عن الأهداف المعلنة والتي على أساسها كان التدخل المتمثل باستعادة الدولة، وأبرز مظاهر الانحراف تقويض القرار السياسي اليمني والسيادة اليمنية. العوامل الاقتصادية كان لها دورها في توسيع مساحة فقدان ثقة الشعب بالتحالف حين أعاق حضور الدولة وتحصيل إيراداتها، واكتفى بودائع وهمية ومهدئات اقتصادية لم يتعافى على إثرها الاقتصاد اليمني، بل يذهب كل يوم نحو الانهيار. الجرائم والانتهاكات التي قامت بها مقاتلات التحالف هي الأخرى كشفت حضور التحالف في اليمن أخلاقيا وإنسانيا، ومورست انتهاكات جسيمة متنوعة بحق الإنسان، أخطرها انتهاكات الإمارات في السجون السرية التي صممتها لتعذيب المواطنين. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي من تعز عبر الأقمار الصناعية دكتور فيصل الحديثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. أهلا بك دكتور. إذا غضب شعبي تجاه التحالف يتعالى، هذا الصوت يعني صوت الغضب هذا يتعالى يوما بعد آخر، كيف تقرأ هذه النبرة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة؟ سعد الله مساءكم بالخير أنتم الجمهور الكريم والمتابعين. أهلا وسهلا. نحن بحاجة إلى نحن محتاجون إلى الاستعانة بالتاريخ للعلاقة بين الجغرافيا والتاريخ في المنطقة. اليمن علاقتها مع جيرانها هي علاقة جغرافيا لا علاقة تاريخ، باستثناء دولة عمان التي تعتبر مماثلة في تاريخها لليمن،
وبالتالي تأسست، لو تتذكرون تأسست الدولة الأموية على أساس الصراع مع اليمنيين، ضرب اليمنيين من الجذور حتى تقوم قائمة لهذه الجغرافيا تتأسس فيها دولة. المملكة العربية السعودية في العام 1934 نشأت وتأسست بناء على حرب أولى مع اليمن. عندما قامت الثورة في عام 1962 وقفت المملكة العربية السعودية مع الإماميين لدعمهم، وعندما قامت حرب 94 بين الشمال والجنوب وقفت السعودية ضد السلطة المركزية لدعم الانفصال. والآن انقلب، لم يتجدد شيء للأسف. نحن اليمنيين بلا ذاكرة، لا نتذكر التاريخ ولا نستعين به لقراءة الأحداث. العلاقة الطبيعية بين اليمن والجغرافيا الشمالية هي علاقة عدائية تاريخيا، منذ أن أسس معاوية بن أبي سفيان ملكه الأول إلى أن تأسست المملكة العربية السعودية الأولى والثانية والأخيرة. وبالتالي نحن فقط استبشرنا خيرا وظننا بأن العقل السياسي في المملكة العربية السعودية نتيجة للتغيرات المعاصرة من ثقافة وتعليم ونظام دولي ومنظمة دولية وفكر معاصر، ظننا بأنه الجوار سيصبح له معنى والقوة والوحدة سيصبح لها معنى، لكن نحن وصلنا في نهاية المطاف من شكرا سلمان بسذاجتنا إلى أن نطالب برحيل التحالف ونكيل له السباب والشتائم في الشوارع. كان لدينا عقلا سياسيا سطحيا عندما رحبنا بدول التحالف بالتدخل نكاية بالانقلابيين، ولم نكن على وعي بأننا سنصل إلى مرحلة يتساوى فيها الانقلابيون مع عدوان دول التحالف. اليوم بعد الضربات المتتالية التي واجهت اليمن واليمنيين وهي متعددة ومثخنة، الاعتداء الأول وهو الانقلاب كما ذكرنا، الاعتداء الثاني وهو تدخل دول التحالف ليس لدعم اليمن كما فهمت من خلال عناوين التدخل عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وأصبحت في نهاية الأمر قتل الأمل لليمنيين، ولكننا فقنا على أن هناك حرب إقليمية حقيقية في اليمن بين السعودية وإيران، وهذا اختصره سفير الإمارات في واشنطن بأنه أفضل مكان للحرب مع إيران هو اليمن. يعني هذه هي الحقيقة. أي طيب أن ألم تكن دكتور فيصل ألم تكن الثانية. النخبة السياسية آنذاك واعية حينما بدأت عاصفة الحزم؟ لأن هناك يعني من تحدث من هذه النخبة، وزير الخارجية السابق مثلا رياض ياسين تحدث على أن اليمن ستنضم، هناك مشروع لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. أين كانت هذه النخبة في ذلك الوقت؟ ما كانت حساباتها؟ النخبة، نعم النخبة السياسية إلى الآن أثبتت بأنها تشتغل وفق منظور سياسي يؤمن بالتبعية للسعودية. السعودية منذ 1970 بعد التصالح مع الملكيين فرضت حضورها في صناعة الشأن السياسي اليمني، أسست ما تسمى باللجنة الخاصة التي أدمجت فيها كل قيادة القبائل ومشايخ القبائل ورموز السلطة من الهضبة، ودجنتهم بالمال وأصبحوا هم رجالها التي تتحكم فيهم في البلد. وهذه اللجنة الخاصة توسعت لتشمل اليمن كاملا، وتصريح رياض ياسين الذي أشرت إليه هو امتداد لسذاجة سياسية التي لم يستوعبها العقل السياسي اليمني نتيجة للحوادث والملاحظات التاريخية التي ذكرتها. يعني نحن قلنا بأن العلاقة بين الجغرافيا الشمالية واليمن هي علاقة تاريخ مع الجغرافيا، التاريخ اليمني مع جغرافيا تفتقد للتاريخ. ما هو تاريخ الجزيرة العربية؟ أفضل تاريخ هو تاريخ المناذرة والغساسنة في شمال الجزيرة، أما الجزيرة فهي مجرد صحراء عابرة للقوافل. وبالتالي هذا الصراع بين الجغرافيا والتاريخ لم تنتبه إليه النخبة السياسية، وظلت ترهن نفسها للقرار السعودي. واليوم وجود أكثر من 50,000 شخصية ما بين إعلاميين ومثقفين وسياسيين ولجنة خاصة هم مستمرين بهذه التبعية. يعني أنت بطبيعة الحال تتحدث من ناحية سياسية، من أبعاد سياسية الآن. طيب الآن كيف نفسر أن صوت الشارع بات أعلى حتى من صوت الحكومة وكذلك بقية الهيئات الشرعية الرسمية؟ الشارع اليمني ليس مرتهنا لأحد، وبالتالي ارتفع صوته
بناء على الأحداث التي يقرأها في الشارع، بينما النخبة السياسية والنخبة الحاكمة ونخبة الأحزاب والحكومة المرتهنة للرياض ليس لها من النوازع ولا من القدرة على التعبير عنها عن الحقائق على الأرض، فهي مرتهنة للقرار السعودي. لكن الشعب اليمني ليس مرتهنا للشعب السعودي، بل أن ثقافته تعي وتتجاوز النخبة السياسية بأن السعودية من اليوم الأول هي تتآمر على اليمن تآمرا سياسيا اقتصاديا ثقافيا تاريخيا. هناك رغبة انتقامية من الدولة السعودية لليمن، هي مفسرة بالنسبة لهم بأهداف معلنة وأهداف غير معلنة. هناك مقولة تاريخية تنقل عن أبيهم المؤسس بأنه لا مجال لبقاء السعودية قوي إلا إذا ظلت اليمن دولة ضعيفة، وهم يبنون على مثل هذه المقولة التي لا نعلم مدى صدقية وثوقها بالتداول، يبنون علاقتهم مع اليمن على هذا الأساس. ولا يوجد ما يفسر هذا الاستهداف لليمن. يعني نحن إذا فهمنا طبيعة الحرب في اليمن اليوم سنعلم. أنا أتذكر تقريبا قبل 3 سنوات على هذه القناة بأن الأهداف لم تعد هي الأهداف المعلنة للحرب، وهي دعم اليمن واستعادة الشرعية والدولة، وإنما هناك أهداف خفية تشتغل عليها، لأنه كل الحركات العسكرية على الأرض والقصف والتحريك الجيوش والتحكم بالسلطة كان يشي بأننا سنصل إلى هذه النتيجة التي تجعل من الدول التحالف عدوانيا بنفس القدر العدواني للحوثيين الانقلابيين أو التحالف الحوثي الانقلابي صالح الحوثي. وهذه القناعة التي وصل إليها الشارع هي من لكن خلال دكتور يعني في سياق هذه النقطة، يعني أنت الآن هناك من يطرح أن الظروف الإقليمية والأزمة الخليجية تحديدا هي ما غيرت نظرة اليمنيين في هذه النقطة تحديدا. ما هي ملاحظاتك؟ اليمنيين بالمعنى الجمهور، بمعنى الشعب أم بمعنى النخبة؟ هناك فرق كبير. تحدث بطبيعة الحال عن من خرج. ما تقصد؟ عن النخبة المغادرة إلى الرياض؟ نتحدث عن من خرج اليوم وبالأمس أيضا في الشوارع وفي الساحات تنديدا ورفع شعارات مناهضة للتحالف. جيد، بالنسبة للجانب الشعبي أنا قلت بأن حاسته السياسية أكثر تقدما من نخبة سياسية رهنت نفسها منذ أن بدأ يتوسع كشف اللجنة الخاصة الذي يغرى بالمال ليصبح عميلا أكثر منه نخبة سياسية وطنية. الشارع اليمني لم يحتاج لا يحتاج إلى كثير من الذكاء ليعلم بأن دولته محاصرة برا وجوا وبحرا، وبالتالي تضرر من هذا الحصار. الشعب اليمني يلاحظ بأن القصف الخاطئ تكرر إلى الدرجة التي لا تعقل بأنها خطأ. الشعب اليمني علم بأن الإمارات يعني وضعت يدها على الجزر وعلى الموانئ وعلى البحار وعلى الممرات المائية. الشعب اليمني يعلم ويتابع بأن القوات الإماراتية نزلت قصرا إلى سقطرى دون سبب. الشعب اليمني يلاحظ ويتابع أن القوات السعودية نزلت إلى المهرة قصرا دون داعي لوجودها هناك، بحيث أنه لا وجود للانقلابيين ولا وجود لمواجهات عسكرية. الشعب اليمني يدرك بأن القوات التي حررت عدن وهي إماراتية توقفت في حدود الشطرين السابقين، أي أن هناك تهيئة ما لإعلان الانفصال. الشعب اليمني يلاحظ بأن الإمارات تدعم ميليشيات موازية على حساب السلطة الشرعية، أي أنها لا تريد تستعيد الدولة بقدر ما تريد إضعافها والتحكم فيها. كل هذه الشعب اليمني يدرك بأنه كل بلد جار لبلد فيه حرب تفتح أبوابها للنازحين، لا يوجد أي نازح لدول الجوار، لا لعمان ولا للسعودية، بل أن السعودية ذهبت أبعد من ذلك بأنها سنت قوانين جائرة لطرد اليمنيين، والآن نحن نشارف على وصول المطرودين إلى 1 مليون. أي أن اليمنيين الذين بقوا خلال السنتين الحرب الأولين كانوا هم من يردف أو من يساعد المجتمع اليمني في العملة الصعبة وكذلك في الحياة الاجتماعية الكريمة، ولكن الآن أطبق الحصار عليهم، طرد العمال من السعودية،
الحكومة لا تتحرك، لم تعيد أي تسوية مع دول التحالف في الشأن اليمني، وبالتالي هذه الدلائل كلها حركت الشارع اليمني باتجاه أصبح واضحا، وأصبحت هذه الدول قلنا بأن سلوكها عدائي وعدواني لا يختلف تماما عن التحالف الانقلابي الحوثي صالح. نعم، طيب دكتور دعنا نشك في هذه النقطة. دكتور أحمد الدميني عضو فريق شباب فوق السلطة المشارك ربما والمنظم لهذه الاحتجاجات من تعز، أرحب بك دكتور أحمد، لماذا خرجتم إلى الشوارع؟ نعم مساء الخير وأهلا وسهلا بك أخي العزيز وأيضا بضيفك العزيز الدكتور فيصل الحديثي. الحقيقة أن هذا الغليان الشعبي والاستياء العام جاء بسبب الانهيار المستمر للوضع الاقتصادي في البلاد وفشل التحالف العربي والشرعية ومعها أيضا القوى السياسية بالتوصل لمعالجات وحلول عاجلة لإنقاذ الريال من التدهور. المتظاهرون حملوا أيضا الانقلاب الحوثي مسؤولية تدمير الاقتصاد ونهب مقدرات البلاد باعتباره أول من دشن هذه الحرب وأوصل اليمن إلى هذه المرحلة. لا ننكر دور التحالف العربي بالدول الشقيقة وما قدمته لمواجهة الانقلاب، ولكن هناك انحراف في مسار هذا التدخل الذي جاء بهدف أساسي وهو دعم الشرعية وإعادة مؤسسات الدولة. هناك أخطاء يجب أن تصحح ويتم تداركها قبل أن يثور الشعب ويصعب السيطرة عليه، وهذا سيسبب فشلا ذريعا للتحالف العربي. تعز على سبيل المثال لم تتحرر حتى الآن، ولم يفك الحصار من كل الجهات، ولم تلقى من الاهتمام ما يليق حتى بتضحيات أبنائها. المواطن الآن لا يجد حتى ما يأكله، يعني نسميها الآن ثورة ضياع، فعلا هي ثورة ضياع. الناس تخرج بعفوية، الناس يعني باتت تهتف ضد الجميع، لم تعر اهتماما لا للتحالف ولا حتى لدوري بداية الحرب ولا للقوى السياسية ولا للشرعية. أصبحت تحمل الجميع مسؤولية هذا التدهور الحاصل. الحقيقة أن الجميع يجب أن يراجعوا حساباتهم، يجب إيجاد مخرج لهذا المأزق. هذا المأزق سيقود البلاد نحو الهاوية أكثر ونتائج فضل محمد عقباها. طيب ما هي أبرز، يعني إذا ما تحدثنا بنقاط بشكل أكثر نوع بالتحديد فيه، ما هي أبرز المآخذ التي تحملها هذه الاحتجاجات على التحالف؟ نعم، التحالف قانونيا يتحمل مسؤولية أولا الوضع الاقتصادي وأيضا ما يحدث بالنسبة لعلاقته بالسلطة الشرعية وسيادة البلد، وكان من المفترض أن يعالج الاقتصاد ويمنع هذا التدهور سواء بتصدير المشتقات النفطية أو إنتاج الغاز أو فتح الموانئ والمطارات وتسليمها للحكومة الشرعية لتديرها وتعود الحركة التجارية لتنعش الاقتصاد. هناك منع لاستيراد السلع في الموانئ، هناك أيضا مشكلة بما يتعلق بعودة المناطق المحررة للدولة، هناك دعم بميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، هناك الحقيقة ممارسات وأجندة لا نعم ما الغرض منها وما الهدف منها. طيب الآن هذا التحالف، يعني أستاذ دكتور أحمد يقول إنه قدم 17 مليار دولار إلى اليمن كدعم، ألا يكفي هذا الأمر لينزاح العتب عنه؟ بالنسبة للودائع أو ما يقدمه التحالف ودول الخليج للبلاد هي الحقيقة ليست حلول جذرية. نحن لدينا ثروات ولدينا صادرات ولدينا عائدات وإيرادات وما ينعش الاقتصاد ويعد للريال قيمته ويحدنا الوصول إلى هذه المجاعة، ولكن حتى الآن لم نجد أي حلول جادة تخفف من معاناة الشعب وتضمن توفير حتى أهم الاحتياجات المعيشية. يعني الودائع السابقة نحن لا نعلم ماذا فعلت الوديعة السابقة، يعني الريال ما زال متداولا والدولار ما زال مرتفع وما زال الوضع يتجه من سيء إلى أسوأ.
لابد من حلول عاجلة. هناك مطالب رفعتها هذه الدموع الشعبية وهي مطالب منطقية وبالإمكان إجراءها لمعالجة هذا الوضع، مثل فتح الموانئ والمطارات وأيضا تصدير الشقق النفطية، وعلى الشرعية أيضا تشكيل حكومة طوارئ مصغرة وتقليص المسؤولية الشرعية خاصة بالسلك الدبلوماسي. يجب أن يكون هناك خطة تقشف لتتناسب مع الوضع الذي نمر به. هناك أيضا ما يتعلق بمطالب رفعت لوقف التعسفات التي تحدث بحق المغتربين. المغترب اليمني كان له دور أثناء الحرب أيضا برفض البلاد بالعملة الصعبة، ولكن أن يتم التضييق على المغتربين والعمالة خاصة في السعودية، هذا من شأنه أيضا أن يسهم بمعاناة الشعب أكثر وأكثر. أشكرك دكتور أحمد دمينة، عضو فريق شباب فوق السلطة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. نذهب الآن وقبل العودة إلى دكتور فيصل حذيفي، نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام لمتابعة عينة كليب حول استطلاع آراء الشارع. من نناشد؟ من نقول؟ لمن نقول بعض الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا المأزق اللي احنا فيه؟ اليوم الدولار يطلع ب 800 ريال، ب 1000 ريال بأي حق؟ لا بنك مركزي، لا حكومة، لا شرعية، لا تعرف. التعارف أنت يدمرنا، التعارف هذا يدمرنا، ما يحررنا. أين التحرير؟ أين التحرير؟ إن خروجنا في هذا اليوم هو من معاناة الشعب اليمني. ثورة القياع، لا ثورة، لا حزبية، لا سياسة، وإنما خرجوا اليوم من شدة المعاناة التي يعاني منها اليمنيون. لا يستطيع المواطن شراء مواد الغذائية في يوم، اليوم واحد يطلع مويشتي، يطلع السيكل المدور يقول له 500 ريال، الدباب يقول له 200 ريال، أصبح الأسعار يعني مشتعلة. هذا لا يجوز للمواطن، هذا التحالف باع الوطن وباع اليمن، نحن متثورين على رؤوسهم. طيب منين؟ أكيد الطلب 16000، الطلب 16000، ارحموا على قائد، ارحل ارحل. تابعنا إذن وإياكم مشاهدينا الكرام هذه العينة من آراء الناس في الميدان. بالعودة إليك دكتور فيصل، هناك يعني فيما يتعلق بالحكومة هناك نوع وعلامات استفهام كبيرة حول الدور الذي تلعبه، وكذلك حول أسباب تحجيم التحالف كما يشير الكثيرين لدور الحكومة في الأرض اليمنية والجغرافيا اليمنية. كيف تقرأ العلاقة بين الحكومة والتحالف في هذا الصدد؟ العلاقة بين الحكومة أو السلطة الشرعية عموما، باعتبار أن الحكومة هو فريق حكومي تبع السلطة، لا يوجد عندنا حكومة بالمعنى المؤسسي، عندنا سلطة شرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور، صنع لنفسه فريق حكومي تحت مسمى الحكومة. العلاقة بين السلطة الشرعية والتحالف هي علاقة تماهي، لم نجد أي اعتراض من السلطة الشرعية وهي الممثلة للشعب اليمني في المحافل الدولية وفي المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، لم نجد أي اعتراضا على هذه الأخطاء من اليوم الأول. على الأقل سنحترمهم إذا لم يعترضوا علنا، لكن ليكن لهم جهدا يعني غير معلنا في أروقة المؤسسات السلطوية في السعودية لتصحيح هذه الأوضاع المختلة. لا نريد أن يخرجوا علنا ليغسلوا ليدخلوا بمواجهة ندية هم لا يقدرون على تحمل تبعاتها مع المملكة السعودية والإمارات، ولكن لا توجد هناك حركة دبلوماسية نشيطة تعالج هذه الأخطاء، لا من حيث دعم الميليشيات وهو المخالف للقانون، من حيث التدخل بالقرار العسكري، من حيث التدخل في التعيينات التي تفرض على عبد الرب منصور هادي، من حيث عدم استثناء المغتربين من قرارة جائرة، عدم فتح دول الجوار يعني أبوابها للنازحين، عدم وجود اهتمام بالرعاية الصحية للأسر الشهداء والجرحى والنازحين، عدم وجود إغاثة حقيقية لمجتمع في ظل حرب ممتد 4 سنوات
يعني حتى الأرقام التي ذكرتها مثيرة للسخرية، يعني يتحدثون عن أرقام وزير الخارجية يقول بأن هناك أكثر من مليون نازح إلى السعودية، هذا كذب وتضليل يثير السخرية والإشمئزاز من هذا الخطاب، عيب. نحن لنا عقول نتابع وندرك ونفهم، وبالتالي لدينا رد فعل سيء على العلاقة التي ينبغي أن تكون ودية بين اليمن والسعودية على الأقل على مستوى الشعبين إذا كانت السياسة بين السلطتين سيئة. كذلك عندما يعلن بأن هناك دعم 17 مليار، أين هي 17 مليار؟ أنا أرى الإغاثة بأم عيني، المؤسسة المنظمة الوحيدة التي كانت تغيث 5000 عائلة في تعز هي ميرسي كور، الآن أنهي عملها بعد أن تم اغتيال أحد أعضائها حنا لحود عمدا حتى يتم ضرب الإغاثة في تعز. الإغاثة في صعدة في منطقة الحوثيين أكثر بكثير بالتقارير الدولية مما يحصل في مناطق الحصار في مناطق الحرب في تعز وفي المناطق المحررة. يعني 17 مليار أين ذهبت؟ 17 مليار هذه ستغطي تقريبا أكثر من 20 سنة أو 15 سنة رواتب موظفين، مبلغ مهول. إذا كانوا أرادوا أن يحسبوا كلفة الحرب التي فتحوها للدفاع عن أنفسهم فهي لا تعني شيء لليمنيين، هم فتحوا مساحة كما قالوا وأعلنوها صراحة بأن الحرب في اليمن هي حرب مع الإيران، وبالتالي هذه الحرب لم تعد تخصنا كيمنيين وإنما تخص دول التحالف التي لها نزاع مباشر مع إيران، سواء من مع إيران مع الإمارات التي احتلت لها جزر في الخليج العربي، أو وجود الشيعة الذين تمولهم في شرق السعودية، وكذلك العداء المباشر بين إيران والسعودية. إذن فالحرب هي حرب خليجية إيرانية في اليمن، أي أن الحرب ما يجري من دمار في اليمن لا تخصنا كيمنيين. طيب وبالتالي عندما ينفقون هذه الأموال يعني في معاركهم، كيف فرطت أو كيف تخلت أو كيف أصبحت السلطة الشرعية بهذا الوضع؟ يعني هل المسألة أنه فرض عليها يعني ورطة الزمان والمكان الذي وضعت فيه اليمن الآن هو ما وضع السلطة الشرعية بهذا الموقف الآن أمام التحالف؟ إلى ما تعزو الأسباب بالضبط؟ الأسباب تؤول إلى أن لدى اليمن سلطة شرعية انتقالية لمدة عامين أساءت استخدام هذه السلطة من اللحظة الأولى، فهي من سمعت أو سمحت لدول التحالف بدعم الحوثيين في الوصول من صعدة إلى صنعاء لإعادة تسوية الملعب، وهي تلتزم بأنها ستدعم هذه وأيضا لن تمسه بسوء، وبالتالي انقلب الحوثيون عندما وصلوا إلى صنعاء لم يقفوا وإنما ذهبوا إلى عدن، وبالتالي قلب الحوثيون ظهر المجان على الجميع. هذه الورطة الأولى. الورطة الثانية عندما خرج هاربا من صنعاء عبد الرب منصور هادي، خرج بإعازة من السعودية وبتمويل لمجموعات متخصصة في تهريبه، وبالتالي تدخلت بشكل غير قانوني في عندما تدخلت في القصف. لم يكن أمام عبد الرب منصور أي مجال للتفاوض أو الاتفاق حول شرعية التدخل من عدمه، فكان مضطرا نتيجة للهوان الذي وقع فيه من الخلطة الأولى، وبالتالي لم يعد بوسعه إلا أن يقبل ما يفرض عليه. الشيء الثالث والورطة الثالثة أنه سمح لدول التحالف أن تتدخل بسلطة القرار، عين هذا وزير، عين هذا نائب، عين هذا محافظ، أو لن نستجيب لك. قبل أن تصرف رواتب الجيش المتعلق بالألوية، هي محسوبة على الجيش الوطني ولكن تصرف رواتبها بشكل مباشر من الإمارات والسعودية، وبالتالي كيف يمكن أن تستجيب هذه الألوية للقرار السياسي الذي يرأسه عبد الرب منصور وهي تأخذ رواتبها من جانب آخر؟ كان هناك عليه أن يبدأ يتفاوض معهم على صياغة اتفاقية دولية تحدد أهداف التدخل، زمن التدخل، تبعات التدخل، بحيث يكون هناك اتفاقية تضمن مصالح الجميع. لم يسعى عبد الرب منصور إلى مثل هذا وظل صامتا ومتماهيا مع القرار السعودي أو قرار دول التحالف. إلى الآن لم نسمع أي اعتراض طيلات 4 سنوات من هذه الخروقات ضد هذه السياسة العرجاء أو الخرقاء. من يدافع اليوم عن المهرة هم أبناء المهرة، وعندما كان علي سالم الحريزي وكيلا للمحافظة تم عزله كعقوبة له لأنه نطق بصوت الحقيقة التي ينبغي أن تنطق بها الحكومة،
وعندما خرج أيضا لم يتخلى عن مطالبته الوطنية، وما زال إلى الآن مستقصدا، وبإمكانه أن يصاب بأذى في أي لحظة إذا لم تتحرك الحكومة والسلطة بإعادة رسم العلاقة السوية ما بينها كدولة يمنية وبين السعودية ودولة الإمارات كدول تحترم القانون. نعم. إلى الآن طيب. نحن لا نجد حتى حكومة أو فريق حكومي ماهر، لو سمحت لي بس بهذه النقطة، لم نجد إلى الآن حتى تشكيل فريق حكومي ماهر لإدارة السياسة في اليمن. نحتاج إلى حكومة لا تزيد على 15 وزير أو 20 وزير. أنا بالله عندما أتحدث عن وزير سياحة، هل هناك سياح في ظل الحرب؟ عندما أتكلم عن وزير ثقافة، هل هناك دور مسرح ولا سينما ولا دور ثقافية في 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 اليمن في ظل هي لم تكن موجودة في ظل السن، فما بالك في ظل الحرب. عندي وزارة المياه، هل الناس يشترون المياه بأموالهم أو بصدقات من فاعلي الخير؟ وزارة الكهرباء، لا توجد عندنا كهرباء، الناس اتجهوا بأكثر من 5 إلى 6 مليار دولار لشراء لوازم الطاقة الشمسية. نحن محتاجين حتى إلى تحديث الفريق الوزاري الذي يكون عمليا، تتشكل وزارة أزمة أو وزارة أو حكومة حرب، وتستحدث وزارات تستحقها المرحلة. هذا ما يتعلق بالإغاثة وشؤون النازحين، على دور الحكومة. لكن فيما يتعلق ب يعني التحالف، دعني أسأل هنا الضيف الذي ينضم إلينا الآن وأرحب به، المحلل السياسي الأستاذ سلمان عسكر من الرياض. أهلا بك أستاذ سلمان. لكن يعني إذا ما جئنا إلى حدث اليوم، اللافتات التي خرجت منددة بالتحالف، لماذا برأيك تغير خطاب الشارع اليمني من شكرا سلمان إلى ارحل يا سلمان إلى لا تحالف بعد اليوم؟ أهلا وسهلا، أحييك عزيزي وأحيي ضيوفك وأحيي أيضا المشاهدين. أهلا بك. يبدو أن النقل من جانبكم لم يكن يعني صائبا. هناك ثلاث مظاهرات بالأصح، هناك قلة تطالب بإسقاط الحكومة الشرعية، وهناك ثلة تطالب بخروج التحالف، وهناك العدد الأكبر أو الشريحة العظمى من سكان تعز الفعليين الذين يطالبون نجدة التحالف، ولا زالوا يطالبون بتدخل التحالف بقوة من أجل إنقاذهم من ما يرتكبه السعوديين. أستاذ سلمان، قبل قليل كان معنا ضيف من تعز من الشباب الذي يعني يصنف على أنه مستقل، تحدث على أن أهداف التحالف تغيرت، تحدث على أنهم لا ينكرون دور التحالف في السابق، لكن الآن هناك الكثير من التجاوزات والانحراف في مسيرة التحالف. هذا الكلام يعني هو ما حدث الآن في تعز؟ مثلما كان معكم سيدي الفاضل ضيف من تعز، فليشهد الله أنني تواصلت مع عدد من أطياف وشرائح المجتمع التعزي، وسألت عن حقيقة الأمر وسأوردها لك كما هي. كل ما حدث يا سيدي، هناك ثلة قليلة خرجوا ضد التحالف، مدعومين من جهة معينة ومضغوطين أيضا من جانب الحوثيين، وتم تصويرهم على أنها المجتمع التعزي. هذا غير صحيح يا سيدي. يعني كل ما شهدناه من تظاهرات اليوم أستاذ سلمان واللافتات التي بها، هي أمر فقط مدسوس ومدفوعين فقط؟ لا، أنتم لم تأخذوا كل الزوايا يا أخي، أنت أخذت من زاوية هذه اللافتات التي خرجت ضد التحالف، لكن لماذا لم يأخذ الزاوية الأخرى واللي هي الأعظم والأكبر والعدد الأوسع من أهالي تعز الذين يطالبون بتدخل التحالف؟ لا، أنا والأنت في الميدان أستاذ سلمان، والحلقة اليوم عن التحالف ودوري في اليمن والتغير في خطاب الخطابات الشعبية نحوه. من رفعوا شكرا سلمان بالأمس يرفعون اليوم تنديد بوجود التحالف. يعني لا ترى أي إشكالات في أداء التحالف العربي بالنسبة للملف اليمني أنت كما أفهم منك؟ لا أبدا يا سيدي، التحالف، وأنا قلت هذا الكلام من قبل، يسير وفق خطط معينة واستراتيجية حرب كما تعلم، وما زال ثابت على نفس الأهداف. نعم، وهل ما زال ثابتا على نفس الأهداف؟ لا يا سيدي، أهداف الحرب عادة تتغير مع المتغيرات على الأرض. يعني الآن ما يحدث في تعز من انتهاكات من جانب الحوثيين، والذي أخرج الناس الذين يرفعون هذه الرايات هم
الذين عانوا الجوع والفقر والمجاعة الفعلية التي فرضتها العصابات الحوثية عليهم. يا أخي الأوضاع في تعز للأسف. إذا كان التقرير الأممي، واسمح لي أن أوضح هذه العبارة عبر قناتكم بلقيس، إذا كان الأمم المتحدة لم تستطيع أن تدخل إلى تعز لتكتب عن الواقع، ولذا خرجت بتقرير ضعيف وهزيل ومتواطئ مع الحوثيين. ما يحدث في تعز يا أخي هو مجاعة وتجويع من جانب الحوثيين. الآن تعلم كما حدث، يعني كنت أتمنى أن تكون هناك حلقة عن الدعم السعودي ب 200 مليون دولار والذي أنقذ الريال اليمني وهرب طيب. به إلى تقريبا 775 أو 875. أستاذ سلمان، بالنسبة لهذه النقطة سنتحدث عنها بعد قليل، أرجو أن نتابع وإياك أن نتابع، يعني أبقها معك إذا سمحت. سنتابع الآن مع السادة المشاهدين استطلاعات رأي من تعز، نشاهد الآن ونتابع. نحن نتضور جوع، أولادنا يموتون، المدن محاصرة، توقفت الأعمال والبطالة. نريد أن نقول للحكومة الشرعية وللتحالف العربي، عندما يكون الجوع هو المحرك لهؤلاء الجماهير تسقط الحوارات والنقاشات والاتفاقات، ويبقى الحل الوحيد هو توفير رغيف الخبز في نفس المكان واللحظة. خرجنا اليوم بهذا الغضب الشعبي والذي سميناه شباب فوق السلطة ضد التحالف. التحالف دخل اليمن باتفاقيات معينة كان منها تحرير اليمن، ولكن خلف المسار وتم السطو على كل ممتلكات ومقدرات الدولة. فنحن نطالب التحالف إعادة النفط والغاز وفتح المطارات وإعادة كل شيء إلى أحضان الشعب. أستاذ سلمان، ما رأيك بهذه المطالبات التي تحدثت بها هذه الناشطة في تظاهرة اليوم؟ لا تعكس الرأي الصحيح لأهالي تعز يا سيدي. يا أخي خلينا واقعيين، ليست هناك مطارات مغلقة وليست هناك موانئ مغلقة، والأمور تجري على ما يرام. لا 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 معلش يا سيدي، يا أخي خلينا نتكلم بالعقل، خلينا نتكلم بالمنطق يا أخي، أرجوك اسمح لي. يا أخي التحالف هل هو بحاجة موارد أو اقتصاد تعز؟ يا أخي التحالف هو جالس يدعم على اليمن كله يا أخي. لماذا تغلق إذن المطارات والموانئ أستاذ سلمان؟ ما هو السبب إذن؟ الطائرات استغلت لتهريب الأسلحة، والمواني البحرية دخلت عبرها الصواريخ. نتحدث عن مناطق سيطرة الشرعية أستاذ سلمان. نعم، نتحدث عن المناطق المحررة التي يقول الناطق باسم التحالف أنها حررت، وأن هناك 80% من مناطق اليمنية حررت من سيطرة ميليشيا الحوثي بحسب تصريحات الناطق باسم التحالف العقيد التركي المالكي. العقيد التركي لم يقل 80، كان 85%، وبالفعل تحررت 85%. وهذه الأماكن مغلقة فيها الموانئ والمطارات، لا تستفيد الحكومة الشرعية من عائداتها. لا لا يا سيدي، لو كانت تستفيد من عائداتها كما تقول أو تدعي لما كانت المنحة الأخيرة التي اسمح لي أن أوضحها دعمت بها المملكة العربية السعودية شملت حتى المحافظات التي تخضع لسلطات الحوثيين. يا أخي لماذا ننظر من زاوية واحدة؟ لماذا ننظر من مكان ضيق محدود؟ لماذا لا نأخذ أكبر شريحة؟ لماذا لا ننظر للحقائق؟ يا أخي من السهل يا سيدي أن تتصل بشخص ذي داخل تعز ويقول لك التحالف والتحالف والتحالف ويسير التحالف. يا أخي نحن إذن يبدو أنكم تعتمدون أستاذ سلمان، يبدو أنكم تعتمدون على معلومات تخالف الغالبية. هذا الذي يمكن أن أفهمه، لأن أنا أتابع الآن وبحسب هذه الصور حشود، ولا أتحدث عن شخص أو شخصين. ثانيا، تتحدث عن 200 مليون دولار التي أعلن عنها الملك سلمان كمنحة للبنك المركزي، لكن اليوم يعني عندما يقارن اليمنيون بأن الإمارات والسعودية والكويت اليوم منحوا البحرين، الدولة التي يفوق تعداد سكان اليمن تعداد سكان البحرين بأكثر من 30 ضعف، 10 مليارات دولار. كيف يفهم هذا الأمر؟ الدعم يا سيدي الذي تكلم عنه في اليمن يختلف عن الدعم الذي دعمت به البحرين. الدعم الذي حدث اليمن يا أخي هو بعد سقوط الريال اليمني، وأنت تعلم هذا الكلام، وأعيد التوازن بهذا الدعم. ودائما التحالف والمملكة العربية السعودية تحديدا ودولة الإمارات تدعم العملة اليمنية لتبقى قيمتها الأصلية دون أن تهوى ودون أن يصبح لها أي اعتبار. يجب أن نوضح هذه النقاط وأن نعرف ماذا نتحدث عنه يا سيدي. الموضوع ليس أنا كنت أتمنى أن يستضاف مجموعة من أهالي تعز الفعليين وليس من العملاء الحوثيين الذين هم ضد التحالف.
يعني كل الأمر كل من يحاول أن يتحدث بشكل آخر بالنسبة أو ينتقد التحالف، فهم يقولون أن التحالف دخل في البداية لمصلحة الشعب اليمني، هو يفهم أنك تتهمه بعميل أستاذ سلمان. طيب تسمح لي أسألك سؤال على الهواء سيدي؟ تفضل أستاذ سلمان. هل تتوقع يا سيدي من أقوى شخص في صنعاء أو في تعز أن يسئل الحوثيين؟ هناك من يقاتل الحوثيين أستاذ سلمان، هناك من استشهد في صنعاء قبل أيام وهو يتحدث عن ميليشيات الحوثي، محمد العليبي إذا لم تسمع عنه فهذه يعني مشكلة في متابعة الشأن اليمني. أيوة. إذا أنت تتكلم لي الآن يا سيدي عن محمد العليبي شخص واحد، إذا هناك من يتحدث، أين البقية؟ إذا هنا المعادلة مختلفة يا عزيزي. ما يحدث في تعز الآن أن تعز تحت السيطرة، وأي تصريحات أو كلام أو مخالفة للتحالف أو للشرعية هي تحت ضغوط حوثية، تحت ضغوط يا سيدي بالموت. أنت تعلم ماذا حدث؟ يعني كنت أتمنى أن يعني الإعلام أحيانا وللأسف الإعلام الموازي للحوثي يقلب الحقائق، ودعني أعطيك دليل حي ومباشر. ما حصل لقبيلة آل حيدان في صعدة، ما هي الحقيقة يا سيدي؟ نحن الآن دخلنا في موضوع آخر أستاذ سلمان، نحن نتحدث اليوم عن الاحتجاجات الشعبية في تعز، وأنا أسألك الآن أستاذ سلمان على كل حال. نعم، دعني أعطيك الفكرة. طيب تفضل، لك المجال بدقيقة إذا سمحت لضيق الوقت. الحوثيين عبر إعلامهم يا سيدي صوروا أن ما يحدث في صعدة هو خلاف بين محمد عبد العظيم الحوثي وعبد الملك الحوثي شخصي، أي أنه من السهل أن يتم إنهاءها في أي وقت، بينما الحقيقة هي ثورة شعبية من الحيدان ضد الحميدان ضد الحوثيين، هذه هي الحقيقة. إذا الإعلام يا سيدي يعكس أمور غير حقيقية من ما يحدث في الأرض اليمنية. أشكرك أستاذ سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. يعني من خلال الإجابة قبل الأخيرة دكتور فيصل يقول أن كل من يتحدث عن الشرعية والتحالف، لا يعني أنا لست متأكدا إن استخدم لفظ كل، لكن تطرق لهذا الأمر أنه موالي لميليشيا الحوثي أو مدفوع من ميليشيات الحوثي، كيف ترى هذه المسألة دكتور؟ أولا لا يمكن أن تطلب من شخص في المملكة العربية السعودية أن يكون أن يعبر عن الحقيقة، يعني في السعودية العقل هو عقل أحادي الاتجاه، فلا نلومهم ولا نطلب منهم أن يقولوا الحقائق، فهم يخدمون السياسة العامة رغم عن أنوفهم، ومن يعترض يدخل السجن. يعني لم يحترموا لا كبير سن ولا علماء يعني. وبالتالي أنا أستغرب عندما نستطرد الحديث عن الموضوع اليمني مع شخص ليس له من العقل غير الاتجاه الواحد. هو الآن يتكلم عن تعز باعتبارها عملاء للحوثيين التي قدمت 6000 شهيد وأكثر من 25000 جريح، وهي حرة بمجهودها الخاص دون دعم من السعودية، والحصار قائم بجهد إماراتي سعودي. كنت أود أن أسأله إن كان باقي للاستماع. يعني هو ليس معنا الآن، دعم الدول التحالف. أنا أتحدث عن الطرح لأن هذا الطرح أيضا موجود، هو ما عاد معنا الآن. هو غير الطرح هذا غير سليم. هناك أكثر من 40000 مختطف لدى الحوثيين، هؤلاء لا يحسبون على اليمن. يعني هناك أكثر من عشرات الآلاف من الجرحى بسبب هذه الحرب ضد الحوثيين، هناك عشرات أو آلاف من القتلى من الشهداء بسبب هذه الحرب. هناك مواجهات محتدمة سواء كانت دول التحالف موجودة أو غير موجودة، لن تسلم رقاب الأحرار للحوثيين. لكن هذه المغالطات الحقيقة مستفزة إلى درجة كبيرة. نحن نتكلم عن هدف التحالف المعلن بأنهم أتوا لدعم الدولة اليمنية واستعادة السلطة الشرعية واستعادة الدولة. هل إبقاء الحصار على جميع المواني يعتبر ضمن الأهداف هذه؟ هل يعتبر نزول قوات سعودية إلى المهرة وقوات إماراتية إلى سقطرة، هل هي تدخل ضمن إعادة الشرعية؟ هل عدم إغاثة الناس وعلاج الجرحى؟ اليوم نحن نشحت في دول العالم لمعالجة الجرحى، وذهب لأكثر من 150 جريح إلى الهند بمجهود فاعل خير. أين جهد الجانب التحالف في علاج الجرحى وفي الاهتمام في أسر الشهداء؟
الإغاثة الذي يتكلم عنها يعني جيران الذين يتقاضون إغاثات تقريبا بالسنة يستلمون سلة إغاثية. يعني الحقيقة هم لا يلتزمون لا بالقانون الدولي ولا بحسن الجوار ولا بالأخلاق الإنسانية حتى نستطيع أن نحاكمهم أو نقول بأنهم أحسنوا أو أساءوا. بالعكس هم أساءوا إلى درجة إثارة الغضب الذي يخرج اليوم في تعز وسيخرج غدا في محافظة أخرى وسيخرج بعد غد وفي الأيام القادمة ضد الشرعية إن لم تستفق لمعالجة الوضع مع دول التحالف، لأنها هي من استدعت دول التحالف وهي من فتحت لها الباب وهي المعنية بإعادة تصليح العلاقة. الحقيقة نحن كشعب لا نستطيع أن نفرض مثل هذه العلاقة، إنما نضغط بهذا الاتجاه. والمظاهرات مهما كانت حاشدة في جميع أنحاء اليمن فهي ليس من صلاحياتها ولا من تبعاتها أن تؤدي إلى إعادة ترتيب العلاقة، ولكن السلطة الشرعية عليها أن تستند على هذا الضغط الشعبي لتقدم للرأي العام الدولي والمتحدة ولدول التحالف وأن تطلب مطالب محددة. يتكلم عن دعم 200 مليون دولار للبنك المركزي. نعم للبنك المركزي يا رجل، عيب والله للبنك المركزي. يعني دفعوا 2 مليار هدية لأفينكا وأبوها، يعني هذه مجرد هدايا. يعني دفع أكثر من تريليونات لأمريكا والحرب. نعم. والحرب في اليمن. مفترض أن الكلفة تذهب ليس إلى 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 عواصم غربية وإنما إلى اليمن التي يدورون فيها معركة تخصهم ولا تخصنا. أشكرك إذن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي على وجودك معنا في هذه الحلقة اليوم، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.